نعم. هل يلزم في ركوب الدابة أنه كلما ركب الدابة قرأ دعاء الركوب؟ إيش سوى؟ يدعو دعاء الركوب. إيه نعم. ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طيب هل يقاس ذا باللبس يا شيخ؟ باللبس؟ اللفت؟ لا لا ما أظن. المصعد الكهربائي هذا لا أظنه من هذا النوع. إنما هذا درج، درج ميسر مسهل. بارك الله فيك.